لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. كده أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أقول يا محمد لهؤلاء الذين اعترفوا لك بذنوبهم من المتخلفين عن الجهاد معك، اعملوا لله بما يرضيه من طاعته وأداء فرائضه فسيرى الله عملكم ورسوله. يقول: فسيرى الله إن عملتم عملكم، ويراه رسوله والمؤمنون في الدنيا، وستردون يوم القيامة إلى من يعلم سرائركم وعلانيتكم، فلا يخفى عليه شيء من باطن أموركم وظواهرها، فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول: فيخبركم بما كنتم تعملون، وما منه خالصا، وما منه رياء، وما منه طاعة، وما منه لله معصية، فيجازيكم على ذلك كله جزاءكم المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. عن مجاهد: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال: هذا وعيد. الذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه ترغيب وترهيب، لأن المؤمنين شهداء الله عز وجل في أرضه، فمن شهدوا عمله بالخير وشهدوا له بذلك فإن الله عز وجل يقبل شهادته. ولقد قال إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فأن يشهد له من أهل الإيمان بالصدق والخير، يكون له لسان صدق، فذلك مما يرغب فيه أهل الإيمان. وترهيب إذا شهدوا عليه بالسوء والنفاق والبدعة، وهم والمقصود بلا شك أهل الإيمان الذين هم على منهج أهل السنة. وأما الخوارج ومن كان على طريقتهم ممن يكفر من لا يستحق التكفير أو ينفق من لا يستحق التنفيق، فهؤلاء مذمومون على فعلهم ذلك، وذلك أنهم يزعمون الاطلاع على ما في القلوب فضلا عن مخالفتهم الأدلة القطعية في الكتاب والسنة في التفريق بين الذنوب وبين الكفر، فضلا عن ما ليس بذنوب كما فعل الخوارج مع علي رضي الله عنه، جعلوا ما فعله من السعي إلى الصلح بين المسلمين وقبول التحكيم لذلك أنه اجتهاد صائب على الأقل ولو كان مخطئا، جعلوه كفرا، وهذا من بدعتهم وضلالهم. فالعبرة كما ذكرنا بأهل الإيمان، فإذا رأوا العمل صالحا فذاك إذا كان يعني إجماعا من أهل الخير فهو دليل على
رضا الله سبحانه وتعالى عن عبده. وبلا شك أن في ولود الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلى من يعني من رؤية المؤمنين وكلام المؤمنين. ويمكن أن يكون ذلك في الآخرة أيضا، ويكون معنى الرؤية لأن الله سبحانه وتعالى هو يرى وسوف يراه في الآخرة مقبولا أو مردودا. قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية، قال مجاهد: هذا وعيد، يعني من الله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، وهذا كائن لا محالة يوم القيامة. وهذا الذي ذكره ابن كثير قوي، من أن هذا العرض أو هذه الرؤية ستكون يوم القيامة، يوم تظهر الحقائق. قال: كما قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال تعالى: يوم تبلى السرائر. وقال: وحصل ما في الصدور. قد يظهر ذلك للناس في الدنيا، كما روى الإمام أحمد. أنا كنت عايز أذكر إن الأثر عن مجاهد لأن هذا وعيد أثر فيه رجل مجهول، يعني ليس بالسند الصحيح المعتاد عن مجاهد. قال الإمام أحمد بسند ضعيف عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لأخرج الله عمله للناس كائنا ما كان. يعني يطلع الله المؤمنين عليه. ويقول هذا المعنى إن صح الحديث، وهو كما ذكرنا ضعيف الإسناد، أن هذا في الأغلب. والمقصود للناس أهل الإيمان، هم المعتبرون. أما أهل الكفر فلا عبرة برؤيتهم، لا مدحا ولا ذما. قد ورد أن أقال وقد ورد أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقارب من الأقرباء والعشائر في البرزخ، كما قال أبو داود الطيالسي بسنده عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعمالكم تعرض على أقربائكم وعشائركم في قبورهم، فإن كان خيرا استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم ألهمهم أن يعملوا بطاعتك. ضعيف أيضا. وروى الإمام أحمد عن سفيان عمن سمع أنسا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فإن كان خيرا استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتهم. يعارض هذا الحديث الضعيف كما ذكرنا، لأن هو فيه مجهول، عن من سمع أنسا، حديث قبل كده عن الحسن عن جابر يعني وعن عن أعرضه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من يؤخذون عن حوضه: يوم القيامة
فيؤخذ من ذات الشمال ذات الشمال فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فهذا لو كان الرسول، لو كانت يعني فعل كل الأعمال تورد على الأموات، فالرسول صلى الله عليه وسلم أولى بأن يعرض عليه ذلك. ولو كان كذلك لما يعني قيل إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول سبحان لمن من قال البخاري. قالت عائشة رضي الله عنها: إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنين. يعني أن هذا من يعني عاجل البشرى، أن المؤمنين يرون عمل الرجل حسنا. قال: وقد ورد في الحديث شبيه بهذا. روى الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يخطئونه، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو مرهة من دهنه بعمل صالح أو مات عليه لدخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملا سيئا. اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الكفر. وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء، لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا. وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل الموت. قالوا: يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. أظن أن هناك تصحيف في لفظ يستعمله، الله أعلم. قال: تفرد به أحمد من هذا الوجه لأنه إسناده صحيح. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.